يا ودي كل شيء بلاش. عيش بركة. الوضع اللي نعيشوا فيه نحن توا معناتها على المستوى الكل، على المستوى المادي والمستوى معناتها كله صعيب. الحكومات هذيا معناتها ما حلتنيش المشكلة. معناتها تتحمل الدولة المسؤولية. من بن علي وانت جاي. عملها الزوالي وحل بها صور انا وحليه ونحن باش ناخذ نساهم شويه في البينيفيس، اما ماهيش مشطه برشا، هاني نقضي ونشوف الكل شويه بركه. اللحم غالي، الحوت غالي، الغله غاليه، اما لو كوتيديان طماطم فلفل كل سي نورمال، سي نورمال. معناها الواحد اللي يقدر عنده عائله باش يشري كيف يقدر عليه، ومش كل يوم يقصدوا مثلا قرب فلفل خشين يقسموا في زوز، والعيشه الكل ماشي فلفل، العيشه الكل ماشي طماطم. فما حاجات كون بو سون باسي اون بو سون باسي، احنا نحكموا في رواحنا والكل. اما في بعد كل شيء غير خي غالي 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 غالي، اون بو با فيفر ما غير ما ندفعوا، وسيرتو توا بلادي لازمنا الكل كلنا ناكلوا كلنا نعيشوا. كي نحنا كل شيء ناخذوه بالرخيص باش ناخذوا الكاملوت، والكاملوت مش تمرضنا. دونك سي سينيفيكاتيف سي سيمبوليك، بكل حلقه دايره نساهموا بشويه. ورمضان كل شيء متوفر فيه، ما يلزمناش تكون عندنا اللهفه. هو شهر كايها الشهر، شهر مفضل، والعبره منه هو التقشف، هو العبره منه باش تحس بك القليل كيفاش يصبر ما ياكلش كيف ما العال الانسان العادي، وياكل بشويه وما ياكلش كيما نحنا نبزعوا. مش الفايده في سفره كبيره، هو شهر تقشف، شهر دين، شهر عباده، شهر نحسوا باخواتنا، شهر نعملوا فيه الخير والخير، مش في رمضان برك على طول كامه اسلاميه. هنا شيء بتنقيص، انا كل يوم احنا في المارشي وشيء ما ثم تنقيص. السرعه هي من قبل توا كيف كيف ثم شيء تنقيص. ثم شيء حتى شيء كله في الغلاء 40 دينار و30 دينار، ما تعمل لك حتى شيء في المارشي. خضرة مسيسة 10,000 نقضي بها كل شيء، تو ما عادش تقضي لي حتى شيء. طرف خضرة ما تجيبهم لكش 10,000. شو باش تقضي؟ فلفل ب 2000 و15,000 و18,000، الطماطم ب 11,000 و12,000، كيف تشتي؟ البطاطا هذيك ديما في الدينار 7-8,000 و9,000 دينار، الأكثرية في الدينار. الغلة ما عادش قالتين عليها. تشري مرة تقعد كيلو مشمش ب 2500، المساسين نشريو فيه بدينار 2500 كيلو مشمش. رمضان معروف، معروف رمضان وقت اللي باش يبدا باش يدخل رمضان، انها مغدوة رمضان الفروضة تتجبد نهار ليلة رمضان. مرشيد قروب بير القصعة النهار الأولاني بتاع رمضان كل شيء الأسعار في السماء، هذه من قبل الوضعية هذه حبيش تنحى. ما تقعد لك الجمعة هذيك ومن بعد ترجع فهمتني الأسعار ترجع معناتها انخفاض. أما من الأول كل شيء فهمتني في مارشي دي غرو، من غلة من خضرة من كل شيء، من لحم كلها تشعل فيها النار كلها فهمتني. احنا عكس الأوروب، حتى في أوروبا تبدا عندهم عيد عندهم كل انخفاض وعندهم كذا، احنا عندنا تشعل النار فهمتني في الواحد. انت باش تشري دجاج ما تشريه كان بالمسالك اللي هي مقنتها الدوله وتذبح في امور واضحه وكل شيء فيها واضح. اما باش تشري على خاطر انقص دينار ولا انقص 500 ولا يعطيك اكثر من الميزان اللي انت طلبته، اعرف اللي فما دو شوز سي لوفر اي بلو غروند كو لا دوموند، سي نورمال لو بري فا اتر تري با تري با، اي سي لا دوموند اي بلو غروند كو لوفر لو بري فا اتر تري او. دونك شري حاجه اللي نحن عندنا ثقه فيها والصحه تاج على راس مولاها. المشكله هي في الوزاره هذه، وزاره التجاره، اللي ما نجمش تتحكم في الوكلاء البيع نتاع سوق الجمله، خاطر غادي العصابه هي ما نجمتهمش من العهود السابقه راه هذه معروف. انا كنت نهبط في المارشي غاديك ونعرف الوضعيه كيفاش، فهمتي الوكلاء هذوك هما اللي المضر، الوكيل والشهر والفلاح. فلاح يهبط سلعته تباع معناتها بسوام خيالية، ومن بعد يخرج فهمتي للسوق يلقاها فهمتي تباع بسوام آخر مش كيما اللي باع به. الوكيل البيع هو اللي ما نجموش معناتها يتحكموا فيه، من عهد
من العهود السابقه من عهد الرئيس بورقيبه من عهد الزين. هذا المشكله هي فك سوق الجمله هذاك بير قزعه غادي المشكله.